ركزوا يا ولادني في التعليم، هو الأمل ليني وليكم، خليكم فاهمين وما تيأسوش من حاجة، العلم هو الحل لكل حاجة. وما تقولوش إحنا كتير في التعليم، لولا القطرة مكان الصراع والتنافس في التطوير بالتعليم. وما تقولوش إحنا في تعليم بسيط، كل مرحلة في التعليم لها دور، وكل تخصص في التعليم له دور. أنا فن كهربي وديه دكتور، أنا ضابط وديه فني في مصنع بيخلي المكن يدور، أنا مهندس معماري وديه عامل فن زراعي بيظبط لينا المحصول، كلنا بنكمل بعض وكل واحد فينا له دور. ولا حد يعرف يعيش الدنيا لوحده من غير حد، بينا كلنا الدنيا بالدور، وكل ما تركز في تعليمك هتعلى في هذا الدور. اوعى تترك التعليم، حتى لو تركه ارجع وعيد الدور. هيجي وقت اللي ما معهوش تعليم هيعيش بصعوبة والحياة بالدور. ركزوا يا ولادنا في التعليم ووصلكم للنجاح فيه كيف يكون، ما تخلوش حاجة تشغلكم عنه وبالذات النت والمحمول. وما تنسوش انه لولا العلم مكان النت والمحمول، اللي اخترعوه ما تشغلوش عن العلم، عشان كده وصلوا للعلم اخترعوه. ما تزعلوش مني، انا نفسي كل الناس تفهمني، لاني تعبت في حياتي كتير بسبب الاهمال مني في التعليم. فلا تغلطوا غلطي وكونوا اذكياء، بالعلم تعرف الاساسيات في الانطلاق والاعمار. انه مثل الضوء يضيء يظهر امامك كل شيء، والجهل يبعدك عن الانتصار ولو كان ساكن معاك في الدار. مثل الغريب الذي يبحث عن مكان وهو واقف فيه. انتبهوا يا ولادنا كبار وصغار لتقدمكم في التعليم بكل إرادة وإصرار. وأوصيكم التحلي بالأخلاق التي تحمل الأدب والاحترام والتعامل مع الناس بأحلى كلام، وهذا من سمة العلم والتعليم، بدون هذا ينقص العلم والتعليم.